فضل التوحيد أن الله يقابل أهله بأن يكفر عنهم كل الذنوب ولو كانت بعدل الأرض وما فيها من جبالها وأحجارها وأنهارها وبحارها وأشجارها وثقلها ومثاقيلها، ولكنه أقبل على الله بلا إله إلا الله التوحيد. وليس هذا معناه أن الإنسان يتخبط في كل شيء. أيها الإخوة، كل ما قويت عقيدتك قوي إيمانك وابتعدت عن الشهوات والشبهات. إن وقوعك في المعاصي والمنكرات خلل في اعتقادك لضعفك لمراقبتك لمولاك، فأكثر تعظيما لله أكثر طاعة لله، أكثر توحيدا لله أبعد الناس عن معصية الله، فإن الله يراك. ولذلك أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هناك تلازم ما بين هذا وهذا، فاحذر أن يتلاعب بك الشيطان فيغرقك في المعاصي والمنكرات مستجرا لك حتى تغتر بما أنت فيه، وغرهم بالله الغرور، فيظن أن ذلك الأمر الذي هو فيه غيره لا يبالي فيه فيقع في الآثام.